قال الفيلسوف اللي هو بيدبا: زعموا أن حمامة كانت تفرخ في رأس نخلة طويلة ذاهبة في السماء. يعني في هناك حمامة تبيض في رأس نخلة طويلة ذاهبة في السماء. ذاهبة في السماء يعني كناية عن ارتفاع هذه النخلة وعلوها. فكانت الحمامة تشرع في نقل العش إلى رأس تلك النخلة، يعني كانت تنوي وتريد أن تنقل عشها إلى أعلى تلك النخلة، فلا يمكنها ذلك إلا بعد شدة وتعب ومشقة لطول النخلة وصحبها. يعني كانت تتغلب كثير بسبب وعورة وشدة هذه النخلة. فإذا فرغت أي انتهت من النقل باضت ثم حضنت بيضها، فإذا فقست وأدرك فراخها، يعني إذا فقس البيض وأصبح فراخها كبار بالعمر، جاءها ثعلب قد تعهد ذلك منها لوقت قد علمه بقدر ما ينهض فراخها. يعني هذا الثعلب كان متعود أنه عارف الوقت اللي بتبيض فيه وعارف الوقت اللي بيكبر فيه فراخها، فمباشرة بيعرف هذا الوقت وبيجي مباشرة عند هذه الحمامة، فيقف بأصل النخلة فيصيح بها ويتوعدها أن يرقى إليها. فكان يقف أسفل هذه النخلة ويصيح يصرخ بها، بنادي عليها ويتوعدها، يعني بيهددها أن يرقى يصعد إليها، يعني أن يصعد إليها. شو بقول لها؟ إما بصعد إليك وباكلك أنت وفراخك، أو أنك ترمي لي فراخك، أو تلقي إليه فراخها فتلقيها إليه. فبينما هو ذات يوم قد أدرك لها فرخان، يعني كبر لها فرخين، إذ أقبل مالك الحزين فوقع على النخلة. مالك الحزين طائر، فجاء بجانبها إلى تلك النخلة، فلما رأى الحمامة كئيبة حزينة شديدة الهم قال لها: يا حمامة، ما لي أراك كاسفة البال سيئة الحال؟ مالك حزينة. فقالت له: يا مالك الحزين، إن ثعلبا دهيت به، دهيت أي ابتليت به، كلما كان لي فرخان جاءني يتهددني ويصيح في أصل النخلة فأفرق منه، يعني أنا بخاف منه، فأفرق منه يعني بخاف منه، فأطرح إليه فرخي، برميله الفرخي تبعه. تمام. قال لها مالك الحزين: إذا أتاك ليفعل ما تقولين فقولي له: لا ألقي إليك فرخي، فرق إلي وغرر بنفسك. يعني قال لها أنه هذا الثعلب كذاب وماكر، ما بيستطيع أنه يصعد إليك لأنه النخلة طويلة وعالية، صعب أنه يقدر يطلع لك. فإذا أجاك وحكى لك هذا الكلام قولي له: لن أرمي إليك هذه الفراخ، وإن كنت تستطيع أن تصعد إلي فصعد، وخاطر بنفسك، لأنه مخاطرة ثعلب بده يطلع على نخلة طويلة، ممكن يسقط ويموت لأنه نخلة طويلة عالية. فإذا فعلت ذلك وأكلت فرخي طرت عنك ونجوت بنفسي. يعني إذا كنت أنت فعلا تستطيع أنك تأخذ الفراخ وتصعد إلى النخلة، أنا بقدر أطير وبقدر أهرب منك. على جميع الحالات أنا بنجو بنفسي وما رح أخسر فراخي. فلما علمها مالك الحزين هذه الحيلة طار فوقع على شاطئ نهر، فأقبل الثعلب في الوقت الذي عرف. يعني كان الثعلب بيستنى وينتظر الوقت اللي بيكبر فيها الفراخ. تمام. فوقف تحت النخلة زي دائما زي عوايده، ثم صاح كما كان يفعل، فأجابته الحمامة بما علمها مالك الحزين، قالت له نفس ما علمها مالك الحزين. فقال لها: أخبريني من علمك هذا؟ قالت: علمني مالك الحزين. فتوجه الثعلب حتى أتى مالك الحزين على شاطئ النهر فوجده واقفا. لما عرف أن مالك الحزين هو اللي قالها بده يروح ينتقم منه، شوف الحيلة اللي استخدمها. فقال له الثعلب: يا مالك الحزين، إذا أتذكر الريح عن يمينك فأين تجعل رأسك؟
قال عن شمالي. قال فإذا أتتك عن شمالك أين تجعل رأسك؟ قال أجعله عن يميني أو خلفي. قال فإذا أتتك الريح من كل مكان وكل ناحية أين تجعله؟ قال أجعله تحت جناحي. قال وكيف تستطيع أن تجعله تحت جناحيك؟ ما أراه يتهيأ لك، يعني ما أظنش أنك تقدر تعمل، ما أظن أنك تستطيع على فعل هذا الشيء. قال بلى. قال فأرني كيف تصنع. فلعمري يا معشر الطير لقد فضلكن الله علينا، إن كنا تدرين في ساعة واحدة مثل ما ندري في سنة. شوف هذا الثعلب مكار، شو بلش بده يمدحه عشان يفتخر بنفسه، تمام، وبالمعنى العام يكبر راسه وخلص، انه الزلمه يعني والله ما حدا قده وفهمان وذكي، فبلش يمدح فيه. فلعمري يا معشر الطير، شوف شو قال له، لقد فضلكن الله علينا، إن كنا تدرين في ساعة واحدة مثل ما ندري في سنة، وتبلغن ما لا نبلغ، وتدخلن رؤوسكن تحت أجنحتكن من البرد والريح، فهنيئا لكن. فأرني كيف تصنع. هنا الحيلة. فأدخل الطائر رأسه تحت جناحيه فوثب عليه الثعلب فأخذه، أخذه يعني هجم عليه، وثب هجم عليه وأخذه أي تمكن منه، فهمزه همزة دقت عنقه، همزه همزة يعني نقدر نقول التهمه أو عضه عضة دقت عنقه، العنق له الرقبة، دقت أي كسرت عنقه. ثم قال يا عدو نفسه، ترى الرأي للحمامة وتعلمها الحيلة لنفسها، وتعجز عن ذلك لنفسك حتى يتمكن منك عدوك. ثم أجهز عليه يعني قضى عليه وأكله. شوف الحكمة هون يا شباب، الحكمة يا عدو نفسه، ترى الرأي للحمامة، يعني أنت تنصح غيرك وتعطي الرأي السديد لغيرك ولا تستفيد منه، هاي المصيبة. الإنسان، إحنا العبرة من هذه القصة يا أخوان وشباب، إنه الإنسان إذا أراد أن ينصح الناس أو غيره لابد أن يكون هو مستفيد من هذه النصيحة، مش ينصح غيره ويقع بنفس الخطأ، أو ينهى غيره عن خطأ معين وهو يقع بهذا الخطأ، هاي مصيبة وكارثة كبرى، لأن الإنسان لابد أن يستفيد من حياته وتجارب والتجارب اللي بيعيشها. الأمر الثاني، النبي صلى الله عليه وسلم من الأمور المستفادة في هذا الدرس، النبي صلى الله عليه وسلم قال لست بالخب ولا الخب يخدعني، أو هذه مقولة قد تكون لسيدنا عمر بن الخطاب، على كل لست بالخب ولا الخب يخدعني، يعني لست بالغبي ولا حدا بيقدر أنه يخدعني، لأنه الإنسان بده يكون ذكي. المؤمن كيس فطن، أي أنه ذكي وحذق وحذر كمان، يعني بده يكون إنسان مؤمن حذر وحذق وذكي، يعني يعرف كيف يتعامل ويتصرف في الأمور جميعها. طيب، أما الآن إن شاء الله رح نأخذ معاني المفردات الواردة في النص. عنا تفرخ أي تبيض، تشرع تريد وتنوي، ذهيبة في السماء كناية عن علوها وارتفاعها، سحقها شدتها ووعورتها، فرغت انتهت، أدرك أي بلغ، تعهد تعود، أصل نهاية الشيء، يرقى يصعد، كاسف حزين، دهيت ابتليت، أفرق أخاف، أطرح أرمي، غرر خاطر، وثب هجم، أخذه تمكن منه، همزه عضه أو التهمه، وأجهز عليه أي قضى عليه. طبعا إحنا شباب المعاني هون إحنا ماخذينها يعني حسب ورودها في النص، إحنا بنعطيك المعنى حسب وروده في النص، قد يكون للمعنى أو الكلمة أكثر من معنى في المعجم، لكن إحنا بنعطيك المعنى الوارد في النص، هذا ليس حسب المعجم كامل، لأنه مثلا كلمة أدرك ممكن تكون فهمة
ممكن تكون وصل معناها، فلها قد يكون أكثر من معنى، لكن إحنا بنعطي المعنى المراد والموجود في النص. وبهكذا نكون قد أنهينا هذا الدرس، ويعطيكم ألف عافية.